فوقهم اش كيقول لك الناس اللي عاد تخرجوا الشباب باش نجيبوا لي ميه باش يجوا للبخيرين بلي غادي يبداو في المسار ديالهم غادي نزيدوا لهم 2500 ديال الدرهم مينيموم باش يبداو يجيو ليه الناس اللي هما صحاح واللي باغين وغادي نكملوا غادي نكملوا معاهم. ما عمرنا قلنا هنا دابا الاخوان اللي يمكن يشوفوني في اللايف دابا كنطرقوا للمشاكل باش نفهموا ولكن المستقبل كلام اخر غادي نهضروا عليه. بلي حطينا هاد الاشكال بلي حطينا هاد الاشكاليه حنا الهدف ديالنا هو نطلعوا من المستوى ديال التعليم هذا مشينا 30 عام الشباب يعني تعطات لي موايان باش نجيبوا باش لا تاكتيفيتي ولكن ربطناه بواحد القضيه هنا مهمه هي على حسب الحوار الاجتماعي لان حنا ماشي بوحدنا حنا عندنا نقابات انفاس عندنا الناس ديال المهنه ما يمكنش نجيو اون فا امبوزي ها سميتو. اولا كنقولوا بانه يعني الحوار الاجتماعي غادي يتفتح في السنه الاولى كلي نقول لكم بانه تفتح في الاسبوع الاول من الاسبوع الاول فاش جات الحكومه بدا الحوار ديال الاجتماعي وتعملت اكثر من 50 اجتماع يعني مع النقابات. ثانيا هاد 7500 درهم هاد 2500 ديال الدرهم اللي قلنا خصنا نعطيو شحال واحد كيدخل في العام في الاول كانوا كيدخلوا 15-18 ألف دابا يمكن 20 ألف هما اللي عندهم الحق فيها اللي كيدخلوا باش كيتكونوا. جاو الاخوان في اطار الحوار الاجتماعي كيقول لك اودي غادي تعطيو اللي عاد بدا جديد والناس اللي خدامين هذه سنوات ما غادي يوصلهم حتى شي حاجه. وفهمنا بانه ما بغاوهاش في الدخله بغاوها في الخرجه. يعني كيقول لك اودي انا بلي كنوصل لواحد المستوى ديال ليشيل 11 كنوقف وكنبقى سنين وانا خدام ما عنديش لو روندمون ما عنديش اي هذا لانه ما يمكنش هكا ولا هكذا. جا عندي سي بن موسى طرح لي الاشكاليه قلت لهم لهم الاسبقيه اللي بغاو حنا 2500 ديال الدرهم عطيناها ولكن بلاص ما نعطيوها في الاول الناس اللي كانوا كيتحاورونا تحاوروا معنا بغاوها في الاخر وكاينه اليوم في يعني في يعني في في في, في, في النظام الاساسي.